اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تابعنا منذ قليل لقاء الزميل عمرو الكحكي مع السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجيه العراقي. اما الان فنحن نتابع معكم مشاهدينا الكرام توالي وصول الوفود العربيه من ملوك ورؤساء، حيث وصل منذ ساعه ونصف تقريبا ملك البحرين، وتوالى وصول الوفود العربيه الاخرى حيث وصل وفد العراق وفلسطين. ونتابع الآن هذه الطائرة الوفد التونسي، وكان قد وصل وفد دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ قليل. وأيضا الرئيس اليمني وصل إلى شرم الشيخ للمشاركة، أو يصل في الخامسة مساء للمشاركة في القمة العربية. وهذه هي الطائرة الجمهورية التونسية، ننتظر وقوفها في مطار شرم الشيخ لوصول الوفد التونسي لحضور القمة العربية المرتقبة غدا وبعد غد بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، يعني رسميا أيضا أعلنت قطر أن ترأس الأمير تميم ابن حمد الثاني أمير دولة قطر وفد بلاده في القمة العربية التي ستنطلق غدا في شرم الشيخ. وقالت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم سيترأس وفد قطر في اجتماعات مجلس جامعة العربية على مستوى القمة في دورتها 26 تحت شعار 70 عاما من العمل العربي المشترك. وتعد زيارة تميم لمصر هي الأولى له منذ توليه السلطة في 25 من يونيو 2013، كما تأتي وسط حالة اضطراب بين القاهرة والدوحة بسبب دعم قطر لجماعة الإخوان الإرهابية. أما من جهة أخرى، فأعلنت الرئاسة التونسية أن رئيس الباجي قائد السبسي يصل اليوم، وإحنا بنتابع وصول طيارته هي أمام حضراتكم في مطار شرم الشيخ. إن شاء الله هيشارك في القمة، وإن شاء الله سوف يغادر البلاد في ليل السبت. أما عن الأحوال الداخلية بالنسبة لنا، فوزير الداخلية المصري أكد أن الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة قادرة على إقرار الأمن بمدينة شرم الشيخ وبكافة المدن المصرية. ده جاء في خلال جولة وزير الداخلية في شرم الشيخ بجنوب سيناء، حيث تفقد القوات المكلفة بتأمين نطاقات قاعة المؤتمرات التي ستشهد فعاليات القمة في يوم 28 و29 من مارس، اللي هو يعني غدا وبعد غد. وتفقد الوزير الخدمات والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية المكلفة بتأمين إقامة الوفود. أيضا لواء أركان حرب محمد عبد الله قائد الجيش الثالث الميداني صباح اليوم تفقد عناصر تأمين القمة العربية بشرم الشيخ والطور، وقام بالاطمئنان على الكفاءة القتالية والاستعداد للتأمين، مشددا على ضرورة الحرص واليقظة وغلق كافة الوديان خلال أعمال القمة. وتنفذ قوات الجيش الثالث عملية التأمين بمشاركة عناصر القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة ورجال الشرطة المدنية. ايضا يعني مشاهدينا، رئاسه الجمهوريه يعني اكدت طبعا بالنسبه للمشاركه المصريه في دعم التحالف العربي لضرب قواعد الحوثيين او لضرب الحوثيين في اليمن، اكدت رئاسه الجمهوريه ان القوات المصريه بتشارك في عمليه عاصفه الحزم. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بارض مطار شرم الشيخ ليكون في استقبال السيد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيث يترأس وفد بلاده في مؤتمر القمة العربية الذي ينعقد غدا وبعد غد بإذن الله تعالى. ونحن في انتظار وصول أو نزول السيد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من طائرة الجمهورية التونسية، وفي استقباله في أرض المطار طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء البعثة الدبلوماسية التونسية في جمهورية مصر العربية.
طبعا يمكن احنا عارفين ان تونس يمكن اتعرضت لحادث ارهابي اخير، ويعني من الدول التي ضاءت نار الارهاب في متحف بوردوف كان في شرق العاصمه التونسيه بجانب مبنى البرلمان، حيث قام مسلحان بالتعدي على السائحين واطلاق النار عليهم. مشاهدينا الكرام، هذه مراسم استقبال السيد الرئيس